أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنغ وون لمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي أن إدارتها ستؤسس مكتبا للمحاربين القدامى في واشنطن. تساي أضافت أن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة وتايوان ساعدت القوات الجوية للجزيرة على تشكيل أول سرب طائرات مقاتلة من طراز F-16V، وهي خطوة قال مراقبون إنها قد تعزز دفاعات الجزيرة ضد الضغط العسكري من البر الرئيسي. وسيكون مكتب المحاربين القدامى بمنزلة أول قاعدة رسمية من نوعها منذ أن حولت واشنطن اعتراف الدبلوماسي ببكين من تايبي عام 1979. من جانبه اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة مرة أخرى بمحاولة فرض تعريفها للديمقراطية على الآخرين واستخدامه لتعزيز استقلال تايوان. وأضاف في اجتماع افتراضي مع نظيره المجري أن واشنطن تزعم أنها لا تدعم استقلال تايوان، لكنها توفر لقوى الاستقلال التايوانية مسرحا دوليا بصوت عال وواضح، ما يظهر أنه لا يمكن الوثوق بها. تتزايد التصريحات الصينية والأمريكية حول جزيرة تايوان التي لا تزال تشكل أبرز المشاكل الخلافية بين البلدين.